يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين، صباحكم دجلة وحليب. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيامات يا رب. صدقوني توحشت الروتينات معاك، مانيش عارفة يعني عندي برشا ما صورتش معاك قهوة الصباح، شنو عملت من بعد؟ أي مسؤولية مش في بالي، ما عملتش معاكم روتين. حصلوا هكا رجعنا، اليوم عندنا روتين تحفونا على الاخر. الدنيا اليوم محليها هكا، تشجعك مغيمة، تشجعك باش تعمل برشا 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 حاجات. باش الاكثرية الكوجينة، الحق اني مخي كان في الكوجينة، خاطر عندي قديش البنات ما مسحتلهاش من برا، كل هكا علاش نخمم فيها. ما نعرفش ابو، ما نعرفش ابو، ما نعرفش. ثم هذه معاه، هذه تقرا في المدرسة، وهذه سبعة. هذيك نحاها، هذيك مازالت ما تعرفهاش انت. تعرف كان مع معاوي هذيك في المكتب تقراوها، ظهر لي المكتب. اليوم صغار ما يقراوش، قاعدين لهني بحذية. عملت اول حاجه قهوتي، بطبيعه هما فطروا فطرهم بوهم قبل ما يخرج الصباح، واني قمت مخر شويه كما تعرفوا امس كان عندنا العرس وكل. مش نحب نفطر، الحق التراس كيف ما هو تلعبوا بيه، لعبوا فيه الصغار وكل كيف ما هو. لازمني اليوم ننظمه، نمسح الصالة هذي، نسقي النباتات. مسكني مسقيتهم مش امس، اسقيتهم امس زعما، سقيتهم ولامس في العشية. الدنيا مغيمة يا البنات، والله العظيم يا ريت تقعد هيك على طول، يا ريت الواحد والله يبدا متشجع كي راه الدنيا هيك. واحد كهو لازم يحل عينيه على قوة، حسن نسيت روحي كهو. سالم، شو سالم شعمل؟ واحد مع عشرة، واحد مع عشرة مع ستة. ايه مقلوبة على سالم، مقلوبة ذي ضم ضم ضم. بس دي هيك عمل هيك. صحيت 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 صحيت، برافو برافو. عملي واحدة أخرى عشرة مع، خليها خليها دي، خليها نية عشرة مع واحد. برافو سالم، برافو سالم، برافو. لقيت برشا علمهم الكل، تو سالم ولا يفهمهم هذوما معاه كل عاملين لك شريتهم من سلم، يعرفهمش برشا. حطهم الكل كمد اللي يقوم تاعه الكل، وبشي يختار منها مضومة. ودعنا نمشي نزيد نشري لك منها مضومة برشا، نوليو نعملوا بيهم في الصيف برشا برشا. وكما للبدن وراحة لكل شيء، وما فهمش مسؤولية، ما فهمش حتى يعني. عرفتوا الروتينات اللي عملتهم اللي مساسة نعمل فيهم امس ولامس مرتاحة منهم، لكن اليوم رجعنا اللي شوفني البارح ما يعقلنيش اليوم. قمت حسيله والحمد لله الصغار قاموا مخر شوية، زيد فاقوا الحق الراجلي هو اللي فطرهم كل، واني زدت مش قمت مخر برشا، قمت مع التسعة. أما صغاري ثمانية كيك، ثمانية وشوية يقوموا، وفي العادة راهو يقوموا السبعة، سبعة سي تضوى الدنيا هما هي يقوموا. أما الحق ولادي ما عادش هيك يقلقوني، يجوني عرفتوا كل وقت اللي نقوم نقوم، غير عرفتوا الحس وكل متاعهم ما يخليوكش ترقد. الحاصيل دخلت لهني على بيت القاعدة، هزيت لهم الصالة هزيت التلفزة للصالة، قلت شوفوا هي لهني البلاصة هذه البنات، علاش ديما نقولكم في الصيف ما تعجبنيش هي والبيت القعاد القديمة، خاطرها غربية تغرب فيها الشمس. منحكي لكم شي البنات، العشية ما عادش نجم حتى تتنفس فيها البيت هذه، وبيت القاعدة القديمة وبيت الأولاد، ثلاثة البيوت هذوما اللي على الشارع ما تنجمش تتنفس فيهم. والكوجينة وبيت النوم والكلوار والصالة وكلها كما كل يقعدوا باردين خاطرهم شرقيين. هذاك علاش قلت خلي نحول الصالة التلفزة نحطها في الصالة حتى لين جمعة أخرى هكيك،
والله جمعة الجمعتين هذوما حافلين عندي. باش أول حاجة نفرغ البيت القاعدة القديمة، باش نغسل العباين الكل، باش نغسل العباين نفرغها، وزيد نغسل الزرابي اللي نقصتهم الدار. لازمني نفرغ البيت وبعد ندهنها، وبعد نرجع نقعد فيها، فهمتو؟ بالحق الشي حافل عندي، حاسيلو مخي مش راكز. قلت خلي نكملوا هالايامات اللي قعدت في الصالة الكبيرة، وعرفت نحط التلفزة غاديك ونكمل الايامات غادي. اما الحق حسيت باقي دنيا نار، تعرفوا مثال اليوم الدنيا باردة، حتى فما بلايص في تونس صبت المطر، وداري اني ماهيش عادية معناها بالحق. حتى جي بحذايا بابا في الليل قالي سيرين دارك مش عادية، ديما دار الفوق تسخن فوق أكثر من العادة. مش عارفة، ممكن نقعدش في التيراس، نهز التلفزة في التيراس ونبيت ونصحب نصبح فيه، خاطر هو بارد. كهو أول هنيك حولت الصالة بطريقة هدية صحية، يعني الفاصون هدية ما هيش تحسها دركي فيش داخل بعضها. أما علاش عملتها؟ عملتها على باب البورتفينيتر، باش كي العشية نحل الدار هكا تبدا فما، عرفتوا كل الهواء داخل منا من الصالة كيف كيف. خاطر الصالة دي كانت معرضة الهواء ما يدخلش مليح، اما هوك بعدت الصالة باش الهواء يدخل، عرفتوا كل تخرج على الاقل يخرج الهواء سخون ويدخل الهواء البارد على قد ما نجم، نحي في الريدوات والبرانيين وكل شيء باش الدار تتنفس مليح ويدخل لها الهواء. هذاك علاش بدلتها بالفاسون هذه. اما ديجا مش باش تقعد معناها الصالة هذه، باش نهزها لبيت القاعدة وقت اللي نولي نقعد فيها. الحاصل لهني هيك حطيتها بالطريقة هذه، مسحت الطاولة، المخدة اللي موجودين في الدار الكل صغاري حاطينهم، كل في الليل تقام يتعاركوا على المخدة، هكا علاش حطيتهم الكل، حطيتهم هيك. بدلت قلبت المتلا كنت على وجه آخر، بدلتها هيك. وبعد قبل ما نحولها تنغسلها، خاطر تستحق تغسل، فما جيها متاع المتلا تهلكت لي السلسلة متاعها، لازمني نصلحها. هكا هو كملت الطاولة حطيتها، فما برشا منكم قلتوا لي على جلد نحي، لو البنات الجلد حطيته على باش نستحفظ بها على الـ على الـ على البلارة لا أكثر ولا أقل. كملت سيقت البركون على الشارع هكا، وما دام عملت الطريقة هذه متاع انه بورتفينيتر محلول، البركون اللي على الشارع لازم ديما 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 مسيق باش ما يدخليش الغبرة لداخل. في الصيف نكره روحي يعني والله. الحمد لله، خاطر لازم الدار كما تعرفوا الدار لازمها ديما محلولة، ودار البراني لازمها ديما نظيفة، باش كي نحل الدار تبدا الدنيا نظيفة ما تدخليش الغبرة. هكا هو ربي يعطينا القوة يا ربي، ويعطينا الصحة والجهد، ونصور بكلنا نفس اللي نشوف حتى في القنوات الكل هم أول حاجة يقوموا عليها هي مسحان الدار، يعني نسميها تبريد الدار مش مسحان الدار. أو كان نمسح الملاعب، نشوف شنية البلاصة اللي نقدر نهزلها زرابيه نهزلها، أو كان نقصت متاع بيت القاعدة نقصت متاع الكلوار، وهيكيك حتى كي نجي نمسح نسهل على روحي. فما برشا سألوني قالوا لي سيرين كيفاش تنظم وقتك، كيفاش تنجم تعمل هذا الكل في نهارك. وفما برشا يعني في نهارهم كما يقولوا يجري وما يلحقوا، معناها بتفز من الصباح وانت تحرك وما تكملش حتى العشية، وحتى كي تغزل دارك تلقاها كيف ما هي. نقول لكم البنات ديما نقولها ونعاود، هو الـ اول حاجة انك تقوم بكري، خاطر كي تقوم بكري راهو تجي لحداش تلقى دارك الكل نظيفة، مش تقوم لحداش وقتها باش تكون باش تقوم تخمل، تجي عليك القايلة تطيب الفطور وكل، تلقى روحك مضغوطة برشا حاجات صغار على يديك، وكل ما تحس نهارك تعدى سيء وانتي ما عملت فيه شيء. قومين بكري، والنظام النظام قلت لكم كل نهار ونهار ونعملوا حاجة، كل نهار عندك بيت من البيوت تلاهي بها اكثر من البيوت الاخرين. والحاجات المهمة كما قلت لكم ما تخليوش الدنيا كما يقولوا الحاجات الزايده الكل ما تخلي ولهاش، راهي هذيك هي اللي تدخل حاجه لبلاصتها، تدخل حاجه لبلاصتها. سامحوني نعمل في المونتاج مدي سام تاع لي، قلت لكم تدخل الدنيا بعضها،
يعني شفتوا كي تلقاو عندكم برشا لعب مكسرة، برشا كي نحكي مثال على بيت الأولاد، أنا اليوم عندي روتيني في بيت الأولاد، أكثر بلاصة باش نهتم فيها، وبالطبيعة بيت القاعدة، أما الباقي بالطبيعة ننظف ونمسح وكل شيء، أما أكثر بيت هي هذه باش نحي لها الفروشة، وغدوة إن شاء الله نعمل بيت نومي. قلت لكم الفوضى الفوضى، البنية تحاولوا تنقصوا على قد ما تنجموا كل الحاجات الزايدين عليكم، كل فوق اللي تبدأ فوق الخزاين، ساعات تلقى فوق الخزاين حاجات زايدين، تحت الفروشة القجورة متاع تابلت، اني قجورة تابلت نويات متاعي الكل نحاول اني من نعبيهمش. الحق قبل كانت عندي صنعة خايبة في دار بابا، انه تابلت نويات والمروات وكل يبداو معبين، عرفتوا كننظم الفوق الفوق والداخل الكل يبدا الشيء فوق بعضه، وتوا لا توا نركز على التراكن اكثر من المنظر البراني، يعني ماذا بيا تابل دنويات ديما فارغين، اي بلاصه ننظم فيها مارو كوجينا منعرفش اي قزار، ماذا بيا ديما فارغ ديما ما فيش شي زايد، نحاول على قد ما نجم ايدي على الحاجه باش ما تدخلش بعضها، وحاجه تنهار تقعد لي نهارين وثلاثه، فهمتوني؟ بيت الأولاد هو قديمة إيديا فيها، نشوف شنو هو لازم يقعد يقعد والباقي يتلوح. تو ولادي يمكن مازالوا صغار، كي يكبروا شوي يولي الفوضى تولي أكثر، يعني هكا يجيب هكا يجيب هكا يكسر هكا يلوح، عرفتوا؟ أما هوك الواحد يحاول ديما إيديه على الحاجة وما يخليش الدنيا تتراكم عليه بتفشى الزيت، والله صدقوني تفشى الزايد وكل الحاجات الزايدين هما هذوكم اللي يدخلوا الدنيا بعضها. حتى الكوجينة فرق كبير، كي تبدا الكوجينة فيه اللازم في اللازم، وبين كوجينة تبدا فيها ما نعرفش، يعني كل شيء كل شيء تلقاه فيها، لحقك اي حاجة هيك تشريها، نعش حكة متاع زبدة، حكة شامية، حكة نسكافيه، مايونيز، تلقى الكل محطوط فوق بعضه، باكواتها فوق بعضه، ما عرفتو هذاك كل اللي يحسك ان الكوجينة راهي معبية وما تنجمش حتى تنظفها وتنظمها. هكا هو حسيلو، ربي يعطينا القوة، راهو اي واحدة فينا عندها نظامها في دارها وعندها نظامها لوقتها كل، اما اي واحدة فينا راهي تحسو الاحساس انه هي مقصرة، مش مقصرة انه هي ماهيش لاحقة، عرفتوا؟ كل تجري تجري ومش لاحقة، خاصة كي تبدا مربوطة بخدمة ولا مربوطة بدار ولا مربوطة بصغار، فهمتوني؟ اللي خاطر مانيش حرين، الفترة متاع كي تحس روحك حرة كان الفترة الأولى متاع العرس، فهمتوا؟ باقي الكل تحس فما شوية عب، زاد اللي يخدموا ربي يعينهم. هوكا حسيلو البنات نشجع بعضنا، صدقوني اني هوكا عندي قناة يعني متشجعة هوكا وديما هكا حاكة كل شيء، لكن نتشجع ياسر بالناس الناشطة زيادة، كان على الفيسبوك فما برشا يبداو يهبطوا دي معناها بيبليكاسيون مثل شوف الصباح شو عملت هكا، نظفت هذه قهوة الصباح، شوف الدنيا كيفاش، ساعات تلقاهم 10 متاع الصباح الدنيا كل نايمة، الدنيا كل مسيقة، طيب ردت فطورها، هذوكم حاجات بالحق عرفتوا كل اللي يعطيوك موجات إيجابية، كيف القنوات ساعات تتفرج كيفاش هيك حركة دارها، وبعدك محلى الإحساس بعد ما تكمل تتلهي في دارك في صغارك، عرفتوا؟ خاطر الواحد مش باش يقعد كل يوم هو يقضي، مش نقصد كل نهار هو يقضي، هوكا جوست ساعتين الصباح وبعد نتفرغ للصغار ونتفرغ النهاري معاهم، خاطر اني واحده من الناس البنات راني ما نجمش نبدا في نهاري يعني مع صغاري وكل والدنيا هيك، ما نجمش ننظمها، ان كل حاجه ترجع لبلاصتها، بعد نقعد معاهم نلعب نبدا عامله بون كيف، اما كي تبدا الدنيا داخله بعضها نبدا على اعصابي، والله نبدا على اعصابي. كما اليوم كملت الدهر دخلت بطبيعه دوشت لهم وكل، وبعد تلهيت معاهم نلعبوا، وبعد العشيه خرجنا شرينا لعبة وشريت لهم، حاسلوا تو غدوة نصور لكم القاعدة من بعد العشية لعبنا ونتفرغ لهم، فهمتوا؟ بقية النهار خاصة كيما اليوم يقراوش ولا نهار لحد وكل، نتفرغ لهم العشية، أما الصباح وكبين الحركة نطيب لحق نطيب عشية وفطور باش ما تكثرش عليا، زادا مش الصباح معناها صباح نعديها في الدار نطيب وكل، وبعد العشية نزيد نحرك في الكوجينة، لا كي نبدا عندي وقت فراغ نعمل حاجه شيحه وكل، كي نبدا يعني صغاري قاعدين في الدار نستغل الوقت ليهم هما، والماكله عرفتوا اللي يجي يززي اللي يحضر يززي،
مثال اليوم عملت مكرونة بالصوص، عملت الصوص مكرونة بزيت، في النهار عملت صمت مكرونة، في الليل كيف كيف زدت لهم في الليل كعبات بانيني وكهو. سلم شاف البانيني قال ما قال لي معناها خذن، خرجنا عملها دورها كل، وليت عملت المكعبات بانيني، ما كانش راني مكرونة وكهو، فهمتوا. نحاول نفرغ روحي، اذا عملت الدار نتفرغ للكوجينة، اذا عملت الدار يعني الكوجينة نعمل فيها حاجة خفيفة، اذا الدار عندي منظمة كما في الشتي ساعات نقعد بنهارين وثلاثة ما نعمل فيها شيء، نتفرغ وقتها الكوجينة، فهمتوني. هيك نقسم وقتي، وعيشكم الكل على كلامكم في الفيديوهات السابقة، كي قلت لكم راني ما عادش نحب نكثر بالروتين، ما عادش لاقي راحتي في القناة. عيشكم الكل وعيشكم، وربي يخليكم الناس الكل. كل واحدة بعثت لي ميساج فرحتني بيه، والناس هكا تصدمت، كي قلت لها راني ما عادش باش نعمل روتينات. ليه راني ما قلت لكمش باش نعمل يا البنات، اما قلت لكم ما عادش لاقي راحتي كيما قبل. قبل نتذكر الفيديو يهبط كان فيه روتين وفيها وصفة، معناها قليل اللي يهبط فيه كوجينا كهو. اما تو هكا وليت نحاول نبعد شوية، مش نبعد اهو مرة بعد قديش، فهمتوا، ثلاثة هكاك مثل مرتين في الجمعة بتاع روتينات، مرة في الجمعة هكاك، فهمتوني. اما مش قلت لكم راني باش نبطل الروتينات، لا ما نبطلو هيش، خاطر هذيك اللي تشجع. كيما تشوف من روحي حبيت ناس معينة في الروتينات ونتبعهم هما في الروتينات، زيد نعرف انو انتوما حبيتوني في الروتينات كيما قلتولي وتستناوني في الروتينات. فما برشا بالطبيعة قالوا لي نستناوك في الكوجينة اكثر، حاسيلو هاكا نوعوا منا ومنا حتى لين ربي فرج علينا يا ربي. كملت الدار ومحلي الاحساس بعد ما تكمل، راني عملت الدار البرانية كما قلت لكم غير ما صورتش معاكم، والتراس ان شاء الله خليته العشية، خاطر اليوم دنيا هيك فما العجاج وكل، قلت زيد باش نقعد نسيق تراس وبعد يرجع. ديجا التراس من وقت اللي جيت بحذية وقتها اسمع قاعد كيف ما هو، والله اللي عملت فيه حتى شيء. العشية باش يعني صيقته ونظفته وقعدنا فيه وكل، لاني سالم عامل جو، عامل جو على كوما كله. هما البنات خديتهم من عم ناول، اما ما كانش يعرف كل الجمع والطرح وكل، هو تو يعرف الجمع، ما حبش نكثر عليه بكل يعني، ما نحبش ماذا بيه من مفسرلوش الضرب والقسمه وكل، خاطر باش يدخل بعض، وقلت خلي يقعد مركز الساعه في جاتو الجمع، وبعد وقت اللي معناه يكون حاضر للضرب جدول الضرب وكل نبدأ معاه. أما ذوكم بالحق عيوني على الأخر، كان تلقوهم خذوهم للصغار في عمر سالم وكل، يتركبوا محليهم يعمل عليهم جو صغير. حاسيلو ولدي كل مرة يجي يعمل لي هيك، يعمل لي معناها إلى الله محمد رسول الله، يعمل لي سلسلة ولا نعرفش شنو يقولها، عرفتوا كل 20 عدد ما بعضهم لازمني نجمعهم، ويعطيني ثلاثة حلول، يقول لي اختير منهم انا صحيحة، معناها عرفتك اللي ساعد فيها زاد. قال لي باش نقريك، باش تقولي تعرف تقرا كيما بابا. والله كيف ما هيك قال لي انت ما تعرفش تحسب. قلت له عندك الحق، خاطر ما حضرتش عليا السنين اللي فاتت الكل، ما حضرت عليا نعمل في حد شيء. حصلوا عامل عليهم جو، واني هو عامل عليه جو، قاعد بحثية هو تو في الكوجينة، اني نطيب وهو يقري فيا اني حاجة نحبها، انه عرفته كل عملت روحي ما في باليش ما نعرفش، وهو يفسر لي هذيك حاجة باهية باش تخلي صغير، عرفته كيف يبدأ يفسر لك صغير، يبدأ يخش عليه يفسر روحه، مش حتى صغير حتى الواحد كبير. اني قبل ما نجم نحفظ وما نجم هيك نحس روحي فهمتك الحاجة، الا ما نعمل روحي نقري في انسان ولا فاهم في انسان. قبل زادة كانت عندي غرام البنات، اي حاجة نقراها في القسم من المدرسة نروح للدار، عنا ملول كنت نكتب، عنا كمارة تسمع وتضحك، تو كان عنا قلص في دار بابا لوح، نروح نكتب عليه بالتباشير. بعدك القلص هكايا اتطورت شوية، وبابا عمي وقتها ظهر لي ولا بابا منعرفش جاب لي سبورة غرام البنات، تخيلوا انتوما، قال لي نقراه في الكلاس في القسم، نروح للدار نعاود نكتبه بالتفصيل. صدقوني يعني كي كان ما نكتب ما كان
الحاجة اللي كتبتها مثل المعلمة على السبورة، مش لازم يعني تقول لنا اكتبوها في الكراسة، اني لا وحدي وحدي نكتبها في ورقة، ونروح للدار نعمل روحي نقري في اخواتي، ولا نعمل روحي نقري في الهواء هكيك، نحكي ونتكلم ونعيط، قلت عليها يعني معلمة. والله يا البنات اوكي يسمعوا فيا دارنا، والحاجة هذه يعرفوها عليا قبل، كنت مغرومة على الاخر، كنت نحب نطلع في الدومين بتاع التعليم وكل حاسي، لو لقيت حاجة باهية كي نروح للدار ونبدا نفسر لخويا ولا نفسر لأي إنسان حتى لدمية، هيك نحس روحي أني نفهم وكل حاجة هيك تدخل مخي. هيك علاش عملت روحي لسالم، عملت روحي إنه أني مش فاهمة حد شي، فسلي أنتي فهمني أنتي، برشا حاجات نقوله إن أني منعرفش، أنتي فهمني، كما مثل اليوم عملنا هيك ما غير ما يشعر، هو قاعد يفسلي وفهمني ما غير ما يشعر، يلقى روحه هو اللي يفهم واللي وقال لي رجعت له الجدول الجمع. حصيلو ربي معانا يا ربي، اني والله خايفة 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 على الاخر انه سالم مش يدخل المدرسة، بالحق خايفة، حسيتها مسؤولية كبيرة ولازمني بالحق نعطيه اكثر وقت اكثر وقت من الوقت هذا. ان شاء الله ربي معايا ومعاكم والناس الكل. طبعا من بعد نوريكم شنو شريت له البنات، خديت له كتاب متاع سنة اولى باش نبدأ معاه هيك في شوية شوية مع الحاجات اللي نعرفه يعرفهم، حاجات الاخرين بطبيعته يقراهم في القسم. ان شاء الله تو ناخذ هذا الكتب نتاع السنه الاولى من تو باش نعرف شنو البرنامج نتاعهم، تو نشارككم كل شيء ان شاء الله، خاطر بالحق حاسه هيك حاجه كبيره جايتني. حاصلوا البنات لهني كملت صوص المكرونه، تحضرت حطيت المكرونه، هاكم شوفوا في التيراس كل العاب وليجو كل، شوفوا هاكم الكل كني قريني فيهم، من بعد دخلي الضرب والقسمة وحالة حليلة ياسر عجبوني هذوما. شوفوا هما فما اخرين هيك رخاصة شوية بصراحة يتكسروا، كانت عندي منهم هذوما خديتهم غالين شوية، هوكا قعدوا والله من عم ناول قاعدين كيف ما هما، بلول كانوا يلعبوا بيهم لعب عادي توا هوكا ولا يفهمها، خديتهم وقتها من سهلوه الحاجة كما كيك، صورتهم عم ناول في عيد الكبير، صورت لكم منين خديت هكا. هو كان يحضر فطورنا هكا، نكون وصلت بيكم لاخر الفيديو، فيديو اليوم هو كان قصير وما فيش برشا هكا كوجينا بوسك.